أصحاب شركات الباصات السيد عبد الله الحلو عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحك، صباح المستمعين في هذا اليوم المسج الذي كان ينتظروه الناس زمن طويل. صحيح، يعني أجواء جميلة نتمناها لكم جميعا ولك أيضا سيد عبد الله. وبالتأكيد نحن نتحدث في قضايا هي الأخرى هامة لا يمكن أن نغفل عنها مهما اختلفت الحالة الجوية. نتحدث عن قرار إنشاء شركة نقل عامة حكومية بالنسبة لقطاع نقابة أصحاب شركات الباصات. ماذا يعني مثل هذا القرار؟ يعني نحن نتحدث عن قرار مهم، قرار مفصلي بالنسبة لشركات موجودة تعمل، شركات وطنية، أن يسقط عليها قرار إنشاء شركة نقل حكومي دون الرجوع إليها، دون التحدث معها، دون التنسيق ما هي نهاية هذه الشركات وإلى ماذا ستؤول هذه الشركات التي عملت عبر سنين طويلة وخدمت المواطنين وعانت من الاحتلال وعانت في الانتفاضة الأولى وفي الانتفاضة الثانية، وأصحابها ضحوا فيها الأموال عدة مرات لإحيائها ولإبقائها عاملة تقدم الخدمة للمواطنين. فهذا القرار هو قرار مهم، قرار مفصلي بالنسبة لهذه الشركات. نحن لا نعلم ماذا تعني رئاسة الوزراء بإنشاء شركة نقل حكومي وبشراكة مع القطاع الخاص. من هو القطاع الخاص؟ كل هذه أسئلة غير معلومة وليس لها إجابة حتى الآن بالنسبة لنا، ولم يتوجه أحد إلينا بصفة رسمية أو بطريقة رسمية أو بأوراق كتب رسمية على آلية عمل هذه الشركة. طب سيد عبد الله، إذا لم يكن هنالك طاولة للحوار وللنقاش وللأخذ والعطاء في مثل هذه القرارات التي بصراحة من المفترض أن تمس بشركات الباصات، إذن يعني أنتم من وجهة نظركم ما الخطوات التي تتخذوها من أجل ربما أن تبينوا رأينا أنتم، يعني رأي شركة الباصات، وأن تقولوا لهم نحن هنا موجودون، فما هي قراراتكم؟ يعني هي بداية هي تمس بصمود المواطن الفلسطيني على أرضه، تمس باستثمارات هذا المواطن وبتهدد استثمارات العديد. طالما هناك قرارات بهذه الصورة تسقط سقوطا على ناس والناس موجودون وشركات عاملة وتعمل وتخدم المواطن، فهذا ينذر بالخطر للجميع، لكل مستثمر في هذا البلد، بأن هناك قرارات تسقط إسقاطا على رؤوس هذه المستثمرين دون الرجوع أو الحوار إليهم. نحن في خطواتنا سنقوم بكل ما نستطيع من قوة لإثبات وجودنا ولإثبات ولإعلاء صوتنا ولإيصال صوتنا لكل الجهات الرسمية في هذا الموضوع. وبداية نحن حددنا بالأسبوع القادم يوم اعتصام أمام مجلس الوزراء، لكن بسبب الظروف الجوية لم يحدد هذا اليوم بالتحديد، ولكن هو سيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. وهذه الخطوات ستكون خطوات تصاعدية إلى أن نصل إلى ما نستطيع أن نشعر به بالأمان على استثمارنا وعلى وجودنا في هذا الوطن. هل من المعتقد والمتوقع بصراحة أن تصل حد الإضراب الشامل لشركات الحافلات والباصات؟ نعم، من المتوقع أن تصل، إذا لم نصل إلى اتفاق أو لم نصل إلى شيء معلوم وواضح في هذا الخصوص ستصل إلى الإضراب. بالتأكيد يعني الإضراب هو نهاية يعني لكل خطوات لعدم تفاهم في أمور الحوارات، فهي وسيلة احتجاج مشروعة أن تكون هناك إضراب، وربما ينضم هناك أيضا قطاعات أخرى لهذا الإضراب، نقابات أخرى ذات علاقة بالنقل العام. أيضا هناك حوارات مع نقابات أخرى أيضا هي مهددة أيضا
بقرارات من وزارة النقل والمواصلات شبيهة بهذا الموضوع وهي تمس وجودها أيضا، وبالتالي هناك تنسيق للانضمام بعض النقابات أيضا. نعم، إجمالا نحن نتمنى بصراحة أن تجري الأمور على ما يرام، وفي حال كان هنالك أي خطوة قادمة لأخذ أي قرار يفترض أن يتم الاجتماع مع ذوي الشأن وذات العلاقة حتى يتم أخذه بطريقة ديمقراطية بطريقة واضحة وشفافة على ألا يصيب أي طرف من الأطراف ضرر ما بسبب هذا القرار. إجمالا سيد عبد الله الحنو رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات، أشكرك على هذه المعلومات والتفاصيل، وصباحك حلو وجميل يا سيد عبد الله. يسعد صباحكم، صباحكم جميل، وشكرا لكم. شكرا جزيلا لك، ونواصل مع حضراتكم والمزيد من الصباحات وكذلك الإنجازات في عتيل، سنتحدث عن هذا الإنجاز، لكن دعونا نذهب إلى فاصل ونواصل مع صباحاتكم ومشاركاتكم واتصالاتكم وقضاياكم.